بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة الفقه المالكي التي نبين فيها للأحبة الكرام أحكام الشريعة الإسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى نبين حكما شرعيا يحتاجه المسلم في يومه. هذا الحكم أو هذه الصفة التي سنبينها إن شاء الله تعالى هي صفة الوضوء، وقد طلب مني بعض الإخوة الفضلاء أن أتوضأ أمامهم الوضوء الشرعي الصحيح الكامل الذي جاء به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. قبل كل شيء على الإنسان أن يجهز الماء الذي يكفيه للوضوء، يجهز الماء الذي يكفيه للوضوء ويكون في الإناء، يكون الماء في الإناء، و يعني يكون الوضوء من جلوس، ما يكونش واقف، ويكون أيضا مستقبلا القبلة، لا يكون مستدبر القبلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ بالمد، يعني يندب ويستحب تقليل الماء، عدم الإسراف، ولذلك الإناء يكفي ويكون ضابط للماء وعدم الإسراف، أفضل من الوضوء في الحنفية ونقول إحنا الشيشمة يعني. قبل كل شيء يضع الإناء على يمينه، يضع الإناء على يمينه إذا كان الإناء مفتوحا طبعا، وإذا كان الإناء مغلقا زي الإبريق مثلا يضعه على شماله ليسكب منه على يمينه. يبدأ المتوضي بالبسملة، بسم الله طبعا، ويمنع إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يسكب من الإناء على يديه هكذا، ويغسل يديه إلى كوعيه، يغسل يديه إلى كوعيه هكذا ثلاث مرات، يسكب من الإناء ثلاث مرات. نحن تو نكتفي بزوز، ويجوز طبعا الوضوء بمرة ومرتين وثلاثا، ثلاثة للعامي، وقال مالك أكرهه إلا للعالم، المرة الواحدة يعني يكرهه الإمام مالك إلا للعالم، لأنه يستوعب عند غسله العضو، عضوه يستوعب العضو كامل، يعرف كيف يغسل يعني العالم، لكن العامي مرات يخلي لمعة ويترك شيء. بعد غسل اليدين، بعد سكب الماء من الإناء وغسل اليدين للكوعين، وهذه السنة، قبل ذلك السواك، السواك عند الوضوء عند المالكية، احنا قبل نغسل يدينا احنا فاتنا الأمر هدايا، أن يتسوك الإنسان قبل أن يبدأ في الوضوء، هذا محل السواك عندنا مش عند الصلاة. بعدين يغسل يديه ثلاثا، وبعدين يجوز له أن يدخل يده في الإناء. أول شيء بيبدأ به شني المضمضة هكذا، طبعا المضمضة لابد من تحريك الماء في الفم يمينا وشمالا وأعلى إلى أعلى وإلى أسفل، ثم مجه، تحريك بقوة ثم مجه، ما يكفيش فيه مثلا يعني يدخل الماء هكذا بيقولك حل فمه وخلي المية تصب بك، لا ما ينفعش، هذه لا تسمى مضمضة، وإنما لابد من تحريك، ولا يبلع المية ما ينفعش، لا تسمى مضمضة، لابد أن يخضخض الماء ثم يمجه، هذه تسمى المضمضة. بعدين عندنا الاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق والاستنثار لابد أن يكون بقوة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وجذب الماء بالنفس لأعلى يدخل الأنف هكذا، يعني يسحب المية بالاستنشاق ثم الاستنثار، ويندب له أن يضع الإبهام والسبابة على أعلى الأنف ليسلط بها الأنف، لأن الاستنثار دون وضع السبابة والإبهام على الأنف هذا يشابه الدابة، وقد كرهه مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد الاستنشاق والاستنثار غسل الوجه الفريضة، طبعا النية هذه معروفة، احنا عندنا نية الوضوء ولا نية رفع الحدث ولا نية استباحة ما منعه الحدث. عندنا يدخل يده في الإناء والمية تكون من أعلى الجبهة، من هنا لتنساب، ما يلطمش لطم،
ولا يضر ميه هيك ويقول ده هيك ما يسماش غسل هذا، لا يسمى هذا غسلا، وإنما يملأ كفه بالماء ويضعها أعلى جبهته هكذا، تبع الأرنبة وما غار من الأنف والشفتين وهذا المارن وهذه الأرنبة والوتد الأذن وهكذا، ها تكون من أعلى، ها هكذا. إن كانت له لحية خفيفة يخللها، وخلل الشعر إذا من تحته الجلد وظهر كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى، وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد ما يك إذا كان أصلع ما يتبع الشعر، وإذا كان أغم يدخل جزء من الشعر لأن الشعر المعتاد ينبت من هنا وإلى نهاية الذقن، هذا الوجه الطبيعي، وإذا كانت له لحية إلى منتهى اللحية، إذا كانت كثيفة يغسلها غسلا مع الوجه، وإذا كانت خفيفة يخللها. بعدين عندنا والوتد هذا يدخل، ردوا بالكم منه، يدخل في الوجه لأنه من المواجهة، والوتد هذا من الوتد هذا إلى الوتد الأذن هذا يدخل في الوجه. بعدين عندنا غسل اليدين إلى المرفقين من رؤوس الأصابع، بعض الناس يغسل من هنا، لا ما ينفعش، هذا داخل في اليد، هذا خطأ لما تغسل من هنا، داخل في اليد هكذا، يحرص على غسل هذه المنطقة لأن فيها يعني دائما اللمعة تكون فيها هكذا، ويخلل الأصابع، تخليل أصابع اليدين واجب من أعلى هكذا واجب. بعدين يبدأ في يده اليسرى، يحرص على غسل هذه على المرفقين، المرفقين المرفقان يدخلان في الغسل هكذا، يخلل الأصابع، تخليل أصابع اليدين واجب. بعدين يأخذ المية لمسح الرأس، المسح مبني على التخفيف، طبعا يجوز له أن يأخذ الماء بيديه وينفط ويشبك صبيعه قليلا ويضع إبهاميه على صدغيه وهكذا، يبدأ من مقدمة رأسه هكذا إلى قفاه، لمنتهى قفاه هذا الفرض، ثم يعيد هكذا إلى البداية، أقبل به ماء وأدبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدين عندنا تجديد الماء لمسح الأذنين، سنة عندنا احنا هكذا، يدخل سبابتيه في صمغي أذنيه ثم يدير هكذا، يقعدش مثلا يقول هيك ويحك، لا، لأن المسح مبني على التخفيف، لا ما يحكش ودنه ويدخل صوابعه من هنا وهنا، لا هكذا المسح مبني على التخفيف. بعدين عندنا الفريضة الأخيرة وهي غسل الرجلين هكذا، يغسل رجليه، يبدأ طبعا هكذا يسكب الماء بيده اليمين ويغسل، كان يغسل رجليه بيسرى صلى الله عليه وسلم، وتخليل الأصابع الرجلين مندوب يخليلهما من تحت هكذا، يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى إلى الكعبين طبعا. وهل الغسل للإنقاء وإلا ثلاثا؟ خلاف بين أهل العلم، وكثير من فقهائنا يقول أن الغسل للإنقاء هكذا، هذا اليمنى واليسرى كذلك، يصير يبدأ هكذا، خلي الأصابع إلى الكعبين العظمان الناشزان، هذان عظمان الناشزان البارزان هما يدخلان في الغسل، وهكذا يكون المتوضئ قد توضأ وضوءا شرعيا صحيحا. إذن قلنا التسمية تجهيز الوضوء الكافي، الإناء الكافي أو الإناء قاعد معبي، توضينا والإناء قاعد معبي، فالإسراف اللي يصير في دورة المياه وفي الحمامات وغيرها هذا منهي عنه، فيجهز ما يكفيه من الإناء ويستقبل القبلة ويكون الوضوء من جلوس، ويتسوك أو يستاك قبل أن يبدأ في الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى كوعيه بإفراغ الإناء على يديه، ويمنع إدخال اليد في الإناء، بعدها يمضمض
وقلنا المضمضة هي خض الماء وتحريكه في الفم ومجه بلعه وإلا سيلانه من الفم ما ينفعش ما تسماش مضمضة. بعدين الاستنشاق والاستنثار ويندب وضع السبابة والإبهام على الأنف لئلا يشابه الدواب في ذلك. بعدين عندنا غسل الوجه كما بينا من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن هذا طولا ومن الوتد إلى الوتد هذا في عرض الوجه. والوتدان قلنا داخلان في الوضوء يدخلان في الوضوء. وبعدين عندنا غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان يدخلان أيضا في الغسل ويبدأ الغسل من أطراف الأصابع. وبعدين عندنا مسح الرأس أيوة من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى القفا من هنا ما يتبعش الركبة. بعدين عندنا عندنا رد مسح الرأس هذا من السنة. وبعدين عندنا مسح تجديد الماء لمسح الأذنين تجديد الماء سنة ومسح الأذنين سنة بروحة مستقلة. وبعدين عندنا غسل الرجلين إلى الكعبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.